أو نسبة الجلطة عند الإنسان. أول شيء ضغط الدم المرتفع. ضغط الدم المرتفع هو أهم عامل وسبب من أسباب الجلطة القلبية والجلطة الدماغية. يعني المريض عندما يعرف أنه عنده ضغط دموي مرتفع عليه أن يعالج، وأهم شيء أن يتكلم مع طبيب العائلة. مساء الخير جميعا. في البداية أحب أشكر الجمعية والأخت منى والدكتور رمزي على تنظيم هذه الندوة، والحقيقة اليوم أمنا أحب أهني جميع الأمهات بمناسبة عيد الأم. واليوم يكون معنا اثنين من الأخصائيين الموجودين هنا في سيدني أستراليا، الدكتور إبراهيم حنا اللي هو أخصائي بالجملة العصبية، والدكتور وائل اللي هو أخصائي بالأمراض النفسية. والحقيقة هذا الموضوع موضوع يعني نشوفه دائما، احنا انا كطبيب عائلة اشوفه دائما، واتوقع يعني راح استفيد كثير من هذه، يعني كطبيب اولا وانت من ان شاء الله تستفيدون كلكم، لانه هذا موضوع دائما موجود ونشوفه. فبالبداية رحب بالدكتور إبراهيم. نبذة صغيرة عن الدكتور إبراهيم. هو دكتور اخصائي في الجملة العصبية، وهو زميل كلية الاسترالية الملكية في طب الاعصاب، ويشتغل مدير قسم التدريب الأساسي للطباء في مستشفى فيرفيلد، وأخصائي مشارك في تدريب طلبة كلية الطب في مستشفيات كامبلتون وفيرفيلد، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء طب الأعصاب، عضو الجمعية الأسترالية مثل ما قلنا، وعضو في الجمعية الأوروبية لطب الأعصاب، عضو في الجمعية الأسترالية والنزدية في طب الأعصاب، وعضو في الجمعية الطبية الأسترالية اللبنانية كمان، وهو محاضر في جامعة نيو ساوث ويلز. الحقيقة أنا أعرف عن دكتور إبراهيم شغلي ما كتبه هو بالسي في ماله، إنه هو إنسان الحقيقة مهتم في باحث وأديب وعنده كتابات، ولو هو ما قلنا عليه بس أنا أعرف عنك هذه الشغلات، ومهتم في مواضيع الروحية والاجتماعية وعنده كتب بهالمواضيع. فيسعدنا أنه يتفضل دكتور إبراهيم ويبلش بموضوع الجلطة الدماغية. شكرا. قبل ما بلش بهالمحاضرة، أصلاً هي مانا محاضرة طبية أكاديمية، هي محاضرة توجيهية وتوعية، وإن شاء الله كلنا سوا نتعلم من المعلومات المكتوبة اللي موثوقة. كمان بدي أقول جملة قصيدة من قصائد كتبتها بعيد الأم، بس بدي أقول لكم بس جملة منها. أنا دائماً وقت بكتب بكتب صباح السيد صباح الأحبة، كل ما ورثت من أمي دعاء، وما كنت على علم إن دمعة الأم مفتاح السماء، وهابي أسمع الله ينادي، الأم أقدس من كل الأنبياء. وشكرا. لا بعد. الكلام عن الجلطة الدماغية واسع جدا، ولكن هنبدأ بالبساطة. أصلاً تعريف الجلطة الدماغية حتى باللغة العربية غير جيد، حتى بالإنجليزي بيقولوا stroke، بالإنجليزي بيقولوا stroke. إذا منطلع على كلمة stroke شو معناتها؟ معناتها إنه من ضربك أو من صدمك أو من صفعك. فإذا الجلطة الدماغية هي مثل الصفعة أصلاً للإنسان، وعندها عوارض مهمة لازم نعرفها وأسبابها أكيد حنشرحها. هلأ الجلطة الدماغية عادة نحن منفسرها أنه عندنا نوعين. أولاً نزيفي، بيكون يعني نزيف بالدماغ أو انسداد بالشريان، وهناك عدة أسباب لهذه الحالة الصحية، ودائماً هي حالة طارئة. اسمعون جيداً أرجوكم، حالة طارئة يعني الوقت هو مهم جداً للمعرفة بالجلطة، للتعرف عليها والمريض أن يذهب إلى المستشفى. هذا مهم جدا، هذا موضوع مهم جدا. أنا لم أتكلم أكاديميا هنا، أتكلم بس عن المواضيع التي تهمنا كلنا جميعا. هلأ يوجد مثل ما قلنا هي كثير شيوعا موجودة جدا،
وهي ثالث حالي صحي بتعدي إلى الموت بعد الذبحة القلبية وبعد السرطان. يعني حالي مهم جدا أن نتعرف عليها. لماذا؟ لأن العلاج للذبحة الدماغية صار علاجه كتير مفيد، والمريض 90% من المرضى بيرجعوا على بيوتهم بعد 24 ساعة. يعني المهم أن نتعرف على الجلطة الدماغية. أولاً العوارض التي قد يحس المريض فيها. أولاً يجب علينا أن نسأل المريض إذا لم يعرف ما يحصل إليه، وننظر إلى وجهه. هناك تدلي بالوجه، قد يأتي بتدلي بالوجه لأن الجلطة بدت ويأتي تدلي بالوجه. وعلى الإنسان الذي يكون مع المريض أن يسأل سؤال واحد: ابتسم. إذا كنت تستطيع ابتسم، وهناك ترى الفرق بين الجهة اليمينية والجهة اليسارية للوجه. ثانيا، هل تستطيع أن ترفع ذراعيك؟ والمريض الذي أصاب بالجلطة قد لا يكون يستطيع أن يرفع ذراعه اليمين أو اليسار. هل يستطيع أن يمشي المريض؟ وكذلك تطلع أنه التوازن تبع المريض توازن ليس طبيعي. وهناك علامات بسيطة كل إنسان فيه يقدر يعرفها، يتعرف عليها حتى المريض يوصل إلى المستشفى بسرعة فائقة. هلأ بالإنجليزي من 15 سنة، لو أنه بتطلع ننظر إلى كلمة fast. fast إجت من الوجه face، الأرم يعني الذراع، وسبيش والنطق. ولكن هذه أثبتت على أنها لا تكفي لعوارض الجلطة الدماغية، لأن هناك النظر وهناك التوازن. فلو أنه بيزيدوا على الكلمة be fast، يعني البالانس مع الآيز مع العيون، النظر مع الذراع والكلام والتوازن. وتغيرت لحد هلأ صار بيقولوا له be fast، يعني المريض لازم ينتبه، أو من هو حول المريض يجب أن ينتبه إلى هذه العوارض المهمة. وهنا في الإنجليزي كثير ما تكلموا عنها لا يهمكم الكثير منها، وقد تكلمت عنها سابقا. ولكن هناك عارض مهم لكل إنسان يعرفه بسموه العارض العابر، بسموه بالإنجليزي TIA، وهو الإنذار العابر. هذا مهم جدا أن نتعرف عليه. لأنه هذا يعني أن المريض سيصاب بجلطة أكبر، ومن المهم أن يذهب إلى المستشفى بسرعة بارقة. هذا مهم جدا، وهذا قد يكون أهم عارض إنذاري طارئ، هو الفقدان البصر. يأتي على عين واحدة، المريض يفقد النظر في عين واحدة وبسرعة فائقة، والمريض يسرد عن حاله أنه وكأنه رداء سقط فوق عينه لا يرى شيء. وهذا عارض TIA، يعني الشريان يلي يدخل إلى الدماغ وإلى العين. هناك أصابة قد يصيب بالجلطة، قد يصيب بداية الجلطة، وهذا على المريض أن يذهب إلى المستشفى أو من حوله يطلب الإسعاف ويذهب إلى المستشفى. وهذا بيسموه العارض الإنذاري، يعني بينذرك بيقلك أنه حيتصير الجلطة حتصاب. مهم جدا. وهذه قد تحصل بشرايين عدة من الدماغ. هناك 4 شرايين على الدماغ، لا أريد أن أتكلم عنها. هناك 4 شرايين مهمة تأخذ الدم من القلب إلى الدماغ، ولكن لا يهمنا أن نتكلم عنها. ولكن هذا الإنذار العابر، وهو مهم جدا أن تعرف عليه. وهذا هناك هذه حسب العين، هذه العين ماذا تصاب العين به. هلأ أهم شيء نتعرف على العوامل والأسباب المتعلقة
ما هي الأسباب التي تسبب الجلطة ولماذا الجلطة تحدث؟ أولاً العمر هو مهم جداً. الإنسان فوق 55 سنة 65 سنة وأكبر مصاب بال يجب أن يصاب بالجلطة الدماغية أكثر من الإنسان في شبابه. وهذا لا يعني أن الشباب أو في عمر مبكر لا تحصل جلطة، قد تحصل ولكن لأسباب غير هذه الأسباب التي سأتكلم عنها. أولا كلنا نعرف عن الوزن والسمنة، مهم جدا السمنة والوزن، هذا عامل من عوامل من الذبحة القلبية والذبحة الدماغية. الخمول البدني يعني أنه الإنسان الذي يقوم بتمارين رياضية دائمة وحتى المشي لأربعين دقيقة كل نهار يحمينا من الجلطة الدماغية والجلطة القلبية. شرب الخمر بكثرة، يعني الإنسان الذي يشرب خمرا كثيرا بالنهار قد يصاب بجلطة. وهل كثيرون يسألون ولماذا؟ لأن المشروب قد يرفع الضغط، والضغط يسبب إلى الجلطة. المخدرات، هناك كثير من المخدرات الموجودة، وعفوا لأقول شبابنا وشباتنا يتعاطونها بعض الأوقات، هذه خطيرة جدا، ومنها الكوكايين والأنفيتامين وغيرها، هذه تسبب جلطة دماغية حتى في عمر مبكر. ولكن أهم الأسباب التي نستطيع أن نسيطر عليها، هذا أهم شيء، نستطيع أن نسيطر على هذه الأسباب، هي مهمة جدا لأننا نستطيع أن نعالجها وننزل بكمية أو نسبة الجلطة عند الإنسان. أول شيء ضغط الدم المرتفع. ضغط الدم المرتفع هو أهم عامل وسبب من أسباب الجلطة القلبية والجلطة الدماغية. يعني المريض عندما يعرف أنه عنده ضغط دموي مرتفع عليه أن يعالج، وأهم شيء أن يتكلم مع طبيب العائلة، لأن أطباء العائلة هم الذين يهتمون بالمريض يوميا. الاختصاصي لا يستطيع أن يرى المريض كل يوم، ولكن الطبيب العائلة يستطيع أن يرى المريض في الأسبوع مرة أو مرتين إذا احتاج الأمر. فإذا التدخين، أي نوع من التدخين؟ هلأ في بعض الناس بيقولوا حتى الأرجيلة، في ناس بيعرفوا أنه الأرجيلة ما لا تهتم ولا تعطي أي شيء. الأرجيلة أصلا أرجيلة، نفس أرجيلة واحد يساوي 80 سيجارة. فإذا الأرجيلة كذلك عاطلة جدا، وهي مهمة وسبب من أسباب الجلطة الدماغية والقلبية. عالي الدهون الغير مرغوب بها، لأنه بجسمنا بالحياة في عنا دهون مرغوب فيها ودهون غير مرغوب فيها، وهذا لا أحد يعرف إلا إذا ذهبت إلى الطبيب وهناك فحص يستطيع أن يعمله في الدم ويقرر إذا كنت بحاجة إلى دواء أو لا تحتاج إلى دواء. مرض السكري إذا سألت أي طبيب هنا، وكل هنا أصدقائي ورفقائي كلهم أطباء، مرض السكري سبب كل العلات، ما في علة إلا ما بيسببها. أي شريان، كل شريان في الجسم إذا معك سكري يجب يكون من الممكن أن ينسد. يعني الإنسان يصيب جلطات قلبية، جلطات دماغية، جلطات في الشرايين الخارجية، مريض لا يستطيع أن يمشي وهكذا. وكذلك الكلى، فشل كلوي، وكمان العين بعنا كريتينوباتي، يعني بيصير عنده فقد بالنظر. يعني السكري هو مرض من الأمراض التي نستطيع أن نعالجها، وعلاجها يجب أن يتم على يد أخصائي مع طبيب العائلة، وأهم شيء أن يعالج تماما، لكي وخصوصا عند الذين عندهم بالعائلة عندهم هناك من هو مع سكري، يعني هناك بالعائلة مرض سكري، مهم جدا. والخامس مرض
مرض جداً جداً منثياً، منثياً من كل الأطباء، حتى منا نحن منثياً. الاختناق الليلي بنسميه obstructive sleep apnea. الاختناق الليلي مرض كتير خطير، وبيؤدي إلى الجلطة القلبية، الجلطة الدماغية، وحتى بيؤدي إلى الفشل الرئوي، الفشل الرئوي. وكثيرون من العالم، كثيرون عندهم ولكن لا يعرفون، ما حدا بيعرف إلا إذا كان من هو مع المريض أو مع الإنسان ينام في نفس الغرفة، يعرف إذا كان هالمريض عنده الاختناق الليلي ولا لا. وهنا كذلك تدخل السمنة، يدخل السكري، وعندئذ نريد نرسل المريض إلى طبيب رئة وتنفس، وعلاجه هو علاج ميكانيكي، يعني المريض يجب أن يعالج تماما ويعطى آلة من الآلات التي تحسن وضع الأكسجين الذي يدخل إلى الدماغ. هذا مرض من الأمراض الشائعة ولكن غير معروفة، غير الإنسان لا يتعاطى ولا يعتل همه، ما في حدا بيعتل همه، بعد أنه ولا شيء، بيشخر، ما في إلا يعني النساء بيتعبوا منه لأنه الرجال بيشخر أكيد. ها أهم شيء. هلأ هناك عدة أمراض قلبية بالقلب، 30% 30% من الجلطة الدماغية جاي من القلب، من القلب. دائما منقول the brain is the victim of the heart، يعني الدماغ هو جريمة القلب، القلب هو اللي عملها. 30% في منهم عندهم أمراض قلبية وراثية. وبعد أوقات أهم شيء قصة عند الشباب والصبايا، بيخلق الإنسان وعنده خرم صغير بالقلب بسموه patent foramen ovale، وهذا عند الصبايا والشباب، خصة عند الصبايا اللي يستعملون مادة ضد الحمل، عندما يصير جلطة تير في عمر مبكر، وهذا لا حدا يعرف إلا ما كان يفحص فحص طبي وفحص من طبيب الاختصاص القلبي يعني. وثانيا أي دبحة قلبية، الإنسان إذا صار معه دبحة قلبية يعني عنده 90% شانس إنه يعمل جلطة دماغية. بعدين عندنا دقات القلب الغير طبيعية، أهم شيء هل ولا حدا بيقدر يعرفها، وأكيد المريض ما لحو يحس فيها، يمكن القلب يدق غير طبيعي، وهذه الدقات بتخلي القلب ما بيدق طبيعي، بيخلي الدم يتجمد، ويكون ما يتجمد بس يتجمد بيصير الدم يطلع وينزل ويطلع جلطات دموية إلى الدماغ وحتى إلى الأطراف الخارجية. يعني القلب مهم جدا، كل الإنسان يجب أن يفحص بطبيب أخصائي، وأكيد طبيب العيلة هو الذي يحدد ذلك. وأثبت الإثباتات أنه المريض إذا بيشعر بأي دقات قلبية مسرعة أن يضع أصبعه على النبض بس لمدة 30 ثانية نصف دقيقة، ويعرف إذا معه دقات قلب غير طبيعية، وإذا شعر بالحادث هو في يروح لعن طبيب العيلة، وساعتها يجرى له الفحوص صوات التامة لنعرف إذا كانت معه. وهذه المشكلة تكون براكسيسمال يعني تأتي وتذهب، وهذه أخطر، يعني بتجي هلأ وبعدين بتروح، تجي هلأ وبعدين بتروح، بيسموها IF بالإنجليزي irregular heartbeat، وهذه خطيرة جدا، و 30% من المرضى بالجلطات الدماغية دائما بتجي منها من IF. ولكن هناك أمراض وراثية يلي ما منقدر نسيطر عليها، ما منقدر، الإنسان عنده بالوراثي، عنده شيء بالدم، في أمراض كتيرة بالدم بيولد فيها الإنسان، بيصير التخثر بالدم زايد جدا، التخثر بالدم بيكون زايد جدا، وما حدا بيعرف، خاصة عند النساء، عند النساء وكمان مع الأدوية ضد الحمل عندن خطر كبير، اجى عندن شيء تخثر بالدم وراثي انه يصير عندن جلطات، وبتصير كتير. في مرض اسمه انتي فوسفوليبيد سيندروم يلي هو بيجمد الدم، بيخلي الدم يجمد،
أكثر من العادي، وخصة عند النساء يلي يستعملون أدوية ضد الحمل، ودائما منشوفها عند الصبايا بالعشرينات والثلاثينات منلاقي هالمرض هذا وساعتها. وبدي أعطيك الفكرة، المرأة التي بيصير عندها إجهاد أكثر من مرة بدون أي أدوية أو شيء، أي إجهاد أكثر من مرتين أو ثلاثة، لازم نفكر بالمرض هذا، لازم هذا المرض نفكر فيه ولازم يعمل له تحليل ونعالجه. فإذا الأمراض الوراثية في مننا نستطيع أن نعالجها وفي مننا لا نستطيع أن نعالجها. آخر الأبحاث الطبية هذه، آخر الأبحاث الطبية من شي شهرين، نيو إنجلاند جينوم ميديسن يعني أكبر مركز طبي للأبحاث الطبية، لو أنه الإنسان يلي ما عنده نظافة فم جيدة مع مرض السكري مع الاختناق الليلي والتدخين يزيد نسبة الجلطة الدماغية بأكثر من 10%. فإذا نظافة التم واللسان وحتى الأسنان، وهذه كثير عم يحكوا فيها أنه كل العالم طب الأسنان هو طب ليس معترف فيه على الميديكير، كل العالم بدها تدفع، وهذه مهمة جدا نظافة الأسنان واللسان، وهذه اعتبروها النوع من الأسباب الثانية للجلطة القلبية والجلطة الدماغية. فإذا هذه مع التدخين يعني المدخن واللي عنده سكري وعنده اختناق ليلي يعني الحالة النسبي تزداد كثيرا كثيرا. الأعمار تكلمت على الإنسان، كلما عمرنا كلما زادت المشاكل. أثبت الإثباتات بعد 55 أو بعد 65 سنة نسبة الجلطة تزداد عند الإنسان مع المقابلة مع الشباب والصبايا مع العمر المبكر، ولكن هذا لا أحد يستطيع أن نعالجه، العمر سيمر. في بعض دوات في عندنا كمان الأصل الإنساني الوراثي والأصل، مثلا إذا بتروحوا على أمريكا بتلاقوا الأفريقيين من أصل أفريقي عندهم جلطات دماغية أكثر من البيض، ولكن هذه أشياء وراثية لا نستطيع أن نسيطر عليها. الجنس، هلأ الإثباتات كلها بتقول أنه الرجال مع النساء كلهم بنفس النسبة ولكن مثل ما ذكرت أنه عند النساء الذين يأخذون أدوية ضد الحمل مع إذا عندهم أنتيفوسفوليبيد سيندروم، إذا كان عندهم هيستري 3 ميسكارج قبل هلأ يعني إجهاد، ساعتها النسبة تزيد عند النساء ومبكرة جدا يعني بالثلاثينات أو الأربعينات من العمر. الهرمونات مثل ما ذكرت، منع الحمل، أدوية منع الحمل كتير مهمة عند الصبايا اللي عندهم هذا المرض اللي حكينا عنه يلي بيزيد تخثر الدم. هلأ تكلمنا عن كل هالأسباب، بشو بدنا نعمل؟ أهم شيء هي الوقاية. الوقاية عندنا الوقاية الأولية والوقاية الثانوية. الوقاية الأولية يعني حنسيطر على كل الأسباب اللي حكينا عنها كي نمنع أن الجلطة تصير. أهم شيء هي الوقاية الأولية. لأنه إذا نسيطر على الضغط، نسيطر على الدهون، نسيطر على السكري، نمتنع عن التدخين، ونمتنع عن كل المخدرات والاختناق الليلي من عالجه، يعني الجلطة الدماغية نسبتها حتقل بسرعة. فإذا مهم جدا أن نعرف الأسباب لحتى نعالجه ويصير الوقاية الأولية اللي هي مهمة جدا، يعني إحنا منوقف الجلطة قبل ما تصير، مثل ما بيقولوا عندنا باللبناني ما بعرف القاط الديب قبل ما يروح. فإذا لازم يعني نعالج المشاكل قبل ما يصير الجلطة. بعد ما يصير الجلطة نتكلم عنها، مثل ما حكينا الحفاظ على وزن صحي، تناول نظام غذائي. هلا في عالم كتير بتقول ما هو النظام الغذائي الجيد؟ كل إنسان عنده نظام غذائي خاص به، ولكن كل ما نعرف إنه الوزن والدهون لا تفيد وتسبب جلطة،
وأهم شيء الرياضة، والرياضة ليس لمدة طويلة، يعني 30-40 دقيقة حتى مشي تساعد الإنسان على هبوط الوزن وعلى أن تخف نسبة الجلد. تمارين الدائمة، علاج القطاع التنفس الانسدادي اللي حكينا عنه، الاختناق الليلي، شرب الكحول أكيد ما فينا نطلب من البشر كله إنه ما يشربوا، ولكن بمعدل بسيط. وهناك بحث طبي من شي 10 سنين، المرأة يحق لها ب2 ستاندرد الكحول بالنهار، والرجل ب3، يعني ما ستاندرد. الستاندرد يعني أجب بتشربي كاس واحد هالقد، هذا النف بس ما كبي هالقد. المخدرات هذه الحمد لله يمكن ما عندنا حدا هون بيستعمل مخدرات، ولكن هذه حالة مهمة جدا بالمجتمع اللي عايشين فيه، وبنشوف حالات كتير بيجوا على المستشفيات بعمر العشرينات والثلاثينات عاملين جلطة من وراء المخدرات اللي بيستعملوها. هذه مهم جدا، ولكن هذه بدنا طبيب نفساني يساعدنا لحتى نقدر نوقف هالمشاكل هذه. هلا ما هي الوقاية الثانوية؟ هي أهم، حكينا عن أهم شيء الوقاية الأولية، يعني بشان الجلطة ما تصير، أهم شيء إنه ما تجي الجلطة. ولكن جميع الأسباب يلي بتسبب الجلطة وحكينا عنها بالوقاية الأولية هي نفسها بالوقاية الثانوية. علاج الضغط، علاج السكري، توقيف التدخين، الوقوف عن المخدرات، علاج السكري، وعلاج الاختناق الليلي. يعني نفس الأسباب يلي تسبب الجلطة قبل، نفسها هي الأسباب ذاتها بدنا نعالجها بعد الجلطة ونسيطر عليها. والوقاية هي الأساس، الوقاية هي الأساس، لأنه عندما نسيطر على الأسباب كلها ساعتها نسبة الجلطة حتخف بكثير جدا. هلا ما هي الإعاقة؟ هالمشكلة، مشكلة الجلطة، شو بيصير بالجلطة؟ الجلطة في الدماغ، في عنا منطقة من الدماغ تموت، في منطقة من الدماغ تموت بأنه الدم لا يصل إليها تموت. فإذا شو بيصير؟ شو عنا؟ يعني أجا ما منعالج الوقاية الأولية مع الوقاية الثانوية، شو بيصير بعد الجلطة؟ في عنا إعاقة جسدية، المريض يكون مشلول نصفيا أو ثلاثيا أو رباعيا، يعني بيضل بالويلشير، هذا إذا كتب الله أن يعيش. بعدين عقليا قد يخسر النطق، أهم شيء النطق أهم شيء، يعني ما عاد فيه يتكلم، ما عاد فيه يتكلم. وحسب هنا علي أن أقول، الدماغ عندنا نحن الدماغ مثل حبة الجوز، افتحوها يمين شمال، الدماغ هيك. الإنسان الذي يستعمل إيده اليمين بنسميه نحن بالعربي يمناوي، الدماغ اليساري هو المسيطر، هو المسؤول عن الحكي عن الكلام. والإنسان الذي يستعمل إيده اليسار بنعله يسراوي، بيكون عنده 50% شانس إنه يا يمين يا يسار. فإذا أجا فرصة الجلطة بملت الشمال والمريض بيستعمل إيده اليمين، يخسر الكلام، يفقد الكلام، لا يستطيع أن يتكلم، وهذه مهمة جدا. وفكرة كتير بحب أقولها، لأنه بيجوا لعندي المرضى مشلول على اليمين بيقول لي أنا صارت الجلطة على اليمين، بيقول له لا ما صارت الجلطة على اليمين. الدماغ مثل الصليب، الدماغ اليساري مسؤول عن الجهة اليمين، واليمين وجهة اليمين مسؤولة عن الشمال، يعني الجلطة بالجهة الثانية من الدماغ. ولكن هذه معلومة لازم نعرفها، بس أهم شيء قصة اليمين واليسار والإيد، مين بيستعمل إيد اليمين وإيد اليسار. فقدان النطق هي مهم جدا، لأنه الإنسان يبقى لا يستطيع أن يتكلم، ما بس ما يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يفهم ما نتكلم معه، ما عاد يعرف ما يفهم علينا شو بدنا نتكلم. هذا مهم جدا، أنه ما عاد بيعرف شو بده يحكي ولا بيفهم علينا شو ما نحكي، هذا مؤثر جدا. النظر ده أهم شيء، النظر، يعني إنسان يفقد نظره، قد يجوز أن يفقد النظر في عين واحدة
وهذه حكينا منها عن عن الجلطة العابرة قد تأتي إلى منطقة واحدة وهي العين، ويفقد الإنسان نظره على عين واحدة، ولكن هذه عابرة، ولكن كان يفقد النظر النصفي، بنسميه النظر النصفي، يعني بيشوف نصف الصورة، يعني إذا الجلطة كانت على اليمين بيصير جهة الشمال إذا بتعطيه صورة بيشوف النصف، من هون النصف الثاني لا يستطيع أن يراه. وهذه خطيرة جدا، لأنه كلهم بيجي المريض بيقول لك أريد أن أكمل سياقة السيارة، لا أستطيع أن أعطيه أن يسوق سيارة، لأنه كيف بده يسوق إذا بيشوف جهة الشمال لا يستطيع أن يراها. هذه مهمة جدا، يعني فقدان النظر مهم جدا. ومن الأهم أنه 5% إلى 10% من المرضى الذين أصيبوا بالجلطة الدماغية بيصير عندهم صرعة، الصرعة النصفية أو الصرعة الكاملة الشمولية. والصرعة مثل ما بتعرفوا 2% من البشر عندهم صرعة، بس بعض الجلطة الدماغية النسبة عالية جدا. والصرعة مثل ما بتعرفوا إلى أدوية خاصة ومشاكل خاصة، والمريض لا يحق له أن يسوق، أن يقود السيارة، وهون المجرة، يعني مشاكل حتتعب العائلة والتعب المريض، وياما المرضى بيرفض بيقول لك كيف ما بتخليني سوق. فإذا هذه مهمة جدا. وآخر نقطة يلي المريض قد يصل إليها هي الكآبة، بيصير عند الإنسان كآبة، بيصير كئيب، وحسب المنطقة من الدماغ، أي منطقة من الدماغ مصابة، اليمين أو اليسار، وهذه مشكلة صعبة. ساعتنا يعني من ريد نعطي أدوية، كلها أدوية أنتي بسيكوتيك، كلها أدوية للتهدئة لحل مشكلة الكآبة، ومشكلة لا تحل، لأنه هذه مشكلة عضوية، يعني في منطقة بالدماغ لا تعمل بعد. هلأ أهم شيء حكينا عن الأسباب، حكينا عن العوارض، حكينا شو المريض لازم يعمل. أجل المريض وما حوله حس أنه في جلطة، شو لازم يعمل؟ الجلطة الدماغية تعالج بسرعة كما هي الجلطة القلبية. يعني أهم شيء على المريض أو من حوله أن يطلب الإسعاف، لا يبقى وينتظر، لا انتظار. الوقت هو الدماغ، هذه كلمة كتبوها من 15 سنة، الوقت هو الدماغ. يعني السيطرة، العلاج، إذا بتصلي قبل 3 ساعات، قبل ساعة عندك شانس 90% تصيري 100% طبيعية، بتصلي بعد ساعتين 80%، بتصلي بعد 3 ساعات 50%، بعد 4 ساعات ونصف يمكن ما قدروا يعملوا شيء. فإذا الوقت مهم جدا بالحالها، يعني بعد ما إنه يتعرف الإنسان علي أو من حول المريض علي أن يطلب الإسعاف. إسعاف ده يعني الإسعاف هذه 24 ساعة، والإسعاف إنه يقررين الطاقم الطبي بالإسعاف يقرر إلى أي مستشفى سيؤخذ، لأن هناك مستشفيات فيها طاقم طبي خصوصي للعلاج الجلطات، وهناك مستشفيات لا يوجد فيها. هن الطاقم الطبي يقررون إلى أين سيأخذون المريض. فإذا علينا التعرف علي وأن نقوم بسرعة، لا ننتظر. هناك بعض المرضى بحسوا بخدر، بسموه خدر، عندنا اللبناني بيقولوا تنميل، خدر باليد أو بالرجل أو بالوجه، وبينتظروا، بيقعد بينتظر. لا انتظار. أي عوارض من هالعوارض هذه على المريض أو من حوله أن يطلب الإسعاف، لأنه العلاج هو الوقت، الوقت هو الدماغ. هي حالة طارئة، هي حالة طارئة، يعني المريض يجب أن يصل إلى الطوارئ بسرعة فائقة. من حالي أنه والله بيجعني راسي، باخد حبتين البنادول بعدين كل شيء بيصير منيح، هذه حالة طارئة. الوقت هو الدماغ، هذه هالجملة صارها مكتوبة من 15 سنة بالستروك فونديشن. الوقت هو الدماغ، بس تروح على المستشفى قبل بوقت، بالوقت المناسب فين يعالجوك. بعدين على المريض أو من حوله بدق رقم الإسعاف، وهذه مكتوبة بكل مجالات التوعية الطبية، بدك تدق رقم التليفون، وعلى التليفون بس تقول إنه في جلطة، الإسعاف يأتي بسرعة. بس تقوله في جلطة، stroke patient having stroke، يأتي الإسعاف بسرعة، يعني بخلال ربع ساعة بيوصل المريض. هلأ هنا في ليفربول، لا تعرفوا أنتوا، هلأ عندنا بليفربول أكبر سنتر للستروك بكل نيو ساوث ويلز،
بليفربول عندنا أكبر سنتر للستروك بكل نيو ساوث ويلز. الأطباء 24 ساعة أطباء موجودين لعلاج ستروك. فإذا المستشفى القريبي بتشفي هي ليفربول. وأكيد الإسعاف سيأخذ بكم إلى ليفربول. بعد واز إذا كانت الجلطة أكثر من 12 ساعة صايرة أو 24 ساعة، لأنه عادة ما عاد فين يعملوا شيء، بعدين الإسعاف يمكن يخلكن على فيرفيلد هوسبيتال، على كامبلتون هوسبيتال، ولكن إذا كانت أقل من 6 ساعات دائما بياخذن على المستشفى وين موجود الطاقم الطبي المختص بالجلطة. فإذا نعود، يعني قبل ما تصير الجلطة علينا كلنا شو بنعمل؟ الوقاية الأولية أهم من العلاج. يعني الوقاية أهم من العلاج، أكيد أهم من العلاج. وفي مثل عربي ما بعرف إذا بتتذكروه، درهم وقاية أفضل من قنطار علاج. يعني الوقاية أهم من العلاج، وهذا مهم جدا. فإذا أهم شيء أن نتعرف على الجلطة. إذا المريض لم يعرف، يعني ما حاولوا يتعرف على الجلطة ويطلب الإسعاف بسرعة. وشكراً.